حلقتنا يلي بتحمل اليوم عنوان صلاة ابن الأب. إذا صلاة هي مدرسة انفتاح، هي الدخول في المع، يعني صلاتي قادرة تساعد خيي ينفتح لإله. قديش مرات منصلي لله من فوق؟ يسوع علمنا نصلي لله من وين؟ من تحت. إذا مشروع الله ما كان على ذوقنا، شو منعمل؟ شو منعمل؟ بنطر وبفتش عن الحل يلي هو لإليه. ولا نهار يسوع فتحت كتاب كلمته وخزلني. ورا هالكتاب في شخص حي. نحن ما فينا نطلب لحالنا، يعني بلا. نطلب اشياء لإلنا بلا. قمة الصلاة اني اطلع من ذاتي، من انانيتي، اني صير اقشع كل شيء لحتى ردله بالشكر حبي في كل شيء. مهم تكون مسيحي على سات 7 بالأوقات التالية.